برحب بيه سياده اللواء ناصر سالم المستشار باكاديميه ناصر العسكريه. سياده اللواء ناصر، مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا استاذ عمرو، اهلا بيك. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله، الله يخلي حضرتك. رايك ايه يا فندم بعد اللي شفناه الصبح وسمعناه، وبعد حتى ما ذكروا سياده الفريق التراس لينا من شويه؟ يعني بص حضرتك، احنا باختصار كده عشان نعرف ايه الهدف في النهايه من كل اللي بيحصل ده، بنقول كل جيش مهمته انه يحمي بلده، عشان يحميها قدامه احد استراتيجيتين. الاستراتيجيه الاولى استراتيجيه الدفاع، ودي معناها ان لما حد يهاجمني اتصدى ليه وادخل معاه في حرب واهزمه وامنعه من انه ينتصر عليا، او انه هو يضر بلدي او يضر مصالحي او يدمس تراب الوطني. ودي هذه الاستراتيجيه في النهايه، انا دخلت حرب تعرضت لخسائر بشريه وخسائر ماديه وخسائر كثيره يعني. مظبوط. طيب هل ممكن احمي بلدي دون ان ادخل في حرب واتكلف الخسائر من ارواح والكلام ده كله؟ ايوه ممكن. ازاي؟ بانتهاج استراتيجيه الردع. يعني ايه استراتيجيه الردع؟ استراتيجيه الردع باختصار بتقول اذا اردت ان تمنع الحرب فاستعد لها. ودي ليها متطلبات بسيطه نجملها كده في كام حاجه. اولهم ان امتلك قدرات اكبر مما لدى عدوي، ده رقم واحد. طيب الثانيه ايه؟ ان اظهر هذه القدرات لاعدائي لكي يعلموا ان لدي القوه والقدره على انزال خسائر وعقاب بهم يفوق اي مكاسب عايزين يحققوها. اللي هيقرب يعني اللي هيقرب هو حر. بالظبط كده. طيب لازم اعرفه، زي بالظبط انا بشبهها ان واحد جاي يجري عليك عايز يضربك بسكينه، لو قبل ما يوصل لك انت طلعت مسدس ووجهته له خلاص هيحس ان انت معاك سلاح اقوى هتموته قبل ما يوصل لك، هيرتدع هيمتنع تماما. مزبوط. مش هيفكر يجي ناحيتك. صحيح. الحاجه الثالثه بقى جديه الردع، ان انا امتلك القدره ولدي القرار ان استخدمه، ما دام طلعت الطبنجه ما هستخدمها فعلا، لو انت قربت مني هضربك. والسلاح ده أن زي ما افكرك لما الرئيس وقف هناك في قياده المنطقه العسكريه الغربيه. ايوه فندم. حدودنا في الغرب. ايوه. ولما يوم ما قال خط سيره الجفر خط احمر، ده كان بيتكلم وقواته واقف على راس قواته عامل تفتيش حرب. يعني تفتيش حرب يعني ايه؟ يعني القوات دي خدت مهمه القتال. فما فيش خلاص يعني، دي في ثانيه تقدم الجيش هيكون خط عدى الحدود ووصل يواجه اي عداء. هو الخط اترسم يا فندم، ومن بعدها ما حدش هاوب ناحيه الخط. خلاص. لان في القدره زي ما حضرتك تفضلت، يعني القدره واضحه اهي. ايوه. طيب نيجي بقى للحته بتاعت اظهار القدره دي. اظهار القدره ليها اكثر من اسلوب. رقم واحد بالاستعراضات العسكريه، بالتقارير اللي بتطلع والمجلات العسكريه اللي هي بتقول ده ترتيبه كذا وده كذا، جلوبال فاير او الحاجات دي. بالتدريبات. ايوه. بالتدريبات المشتركه، انا بقى في المناورات اظهر قدراتي، ولما يكون في معايا دول اجنبيه ودول قويه شافوا قدراتي وشافوا قوتي. بمثل هذه المعارض ان انا بجيب سلاح العالم المتقدم واظهر قدراتي، ادي سلاحي اهو في وسطيك اهي، وانا عندي ادي طيارات بعمل كذا في البحر او عندي سلاح كذا في كل ده اظهار لقدراتي. طيب نيجي بقى هنا القدرات بتاعتي. هنا احنا القدره مش سلاح فقط، ولكن احنا هنتكلم على السلاح. السلاح ده يجب ان يتوفر فيه ثلاث عناصر رئيسيه تسليح اي جيش، والا هيبقى هو والعدم سواء. اول حاجه في تسليح الجيش ان يمتلك مقارنة نوعية بما لدى عدوي لا تقل عن واحد لواحد. يعني مش هو يقدر يضربني على مسافة كيلو أو 10 كيلو وأنا ما أقدرش أضربه إلا على مسافة 5. لا، يبقى كده غلط. على الأقل إن لم أتفوق عليه يبقى أساويه، وده الشرط الأول في توفير السلاح بتاعي. نمرة 2، إن هذا السلاح يلائم مسرح الحرب ومسرح العمليات طبعا اللي أنا هحارب عليه. ما بقاش أحارب في مناطق جبلية أو مناطق زراعية أو مناطق صحراوية والسلاح بتاعي لا يناسبها. ما يناسبش البيئة بالظبط كده اللي هي بتشتغل فيها. مناطق حارة، مناطق باردة، لازم يلائم. طب. ويلائم المستخدم نفسه. ما جيبش سلاح ما أقدرش أستخدمه بالإيه؟
بالمستخدم بتاعي وبالجندي بتاعي، لا اجيب حاجه تلائمه واطور من نفسي عشان ايه يكون في تلائم طبعا بين المستخدم وبين السلاح. نيجي للبند بقى الاخطر في التسليح. هذا البند الاخطر عشان نفهم ايه خطورته ومدى اهميته، ان الحروب الحديثه نسبه التدمير والاستهلاك في الاسلحه والمعدات بقت عاليه جدا. في اليوم الواحد مئات بل الاف الدبابات بتتدمر، مئات الطيارات بتسقط، اطنان مئات الالاف من الاطنان من الذخائر بتستهلك. إذن لابد يبقى في عندي امداد بالسلاح على طول اثناء الحرب. طب عشان اوفر السلاح بالذات اثناء الحرب، يبقى قلنا رقم واحد الاول مقارنه نوعيه طبعا، ملائمه، الثالثه اللي هو الامداد اثناء الحرب، والا يبقى عندي خطوط تصنيع شغاله على طول، لا قدر الله لو فرضت حرب يبقى عندي خط انتاج ما احتاجش سلاح من اليمين او من الشمال يتاخر عليا. يعني يبقى في ثلاث استراتيجيات لتوفير السلاح. أكيد. اول حاجه زي ما انت قلت كده ان انا اصنع سلاح بنفسي، بس تصنيع سلاح بنفسي خلاها للاخر دي عشان نشرحها شويه. الحاجة الثانية ان انا السلاح اللي بيديني السلاح ده يكون مصدر سياسته ماشية مع سياستي طبعا، وليست مع عدوي، عشان طبعا لما يمدني ما يجيش يقول لك لا ما تحاربش مثلا الدولة الفلانية ويمنع عن السلاح. طب ما فيش ده يبقى اعدد وانوع من مصادر التسليح. والله يا فندم شيء، والله النهارده كلنا شفناه شيء بيدعو للفخر، يعني حتى توقف النهارده سيادة الرئيس ولقائه برئيس شركة داسو المصنعة للرافال، والجزء ده الحقيقة في جولة السيد الرئيس ولقائه أيضا يعني مع الرئيس التنفيذي للشركة الكورية للصناعات العسكرية والدفاعية، لقاءات مهمة جدا وفرصة عشان مصر فعلا بتطور من إمكاناتها وقدراتها الرادعة. للمصر لا تعتدي، ولكن مصر تمتلك قدرات للردع. يعني تمام كده. طب أنا دلوقتي في التسليح أعمل إيه عشان أصنع سلاح بإيدي؟ ده ليه متطلبات قد لا تستطيعها او لا تقدر عليها دولة صغيرة او دولة نامية مثلا، طبعا مكلفة، ودول يا فندم بتتعاون مع بعض في مشروع، يعني الاف 16 والاف 35 ده دول بتصرف عليه. ايوه التصنيع ده، بص بقى حضرتك مهم جدا نركز في الحتة دي، عشان التسليح بتاعي يبقى ليه سوق وليه قيمة. صراع كبير جدا بين المهاجم والمدافع على مدار الساعة، مش على مدار اليوم طبعًا او السنة. ففي تطور، مين اللي تطور اكتر، السلاح المهاجم ولا السلاح المدافع؟ صحيح. ففي تطور. طب انا عشان اطور في سلاحي مش مجرد ان انا بصنع، ده انا عايز حاجة ايه متقود، زي ما بقول في مقارنة نوعية طبعا. اذا محتاج فلوس طبعًا عشان اطور باستمرار، عشان محتاج فلوس يبقى لازم ايه ابيع طبعا، ابيع سلاح طبعا. طب عشان ابيع سلاح يبقى عندي سلاح متطور، وهكذا، يعني ثالث دايره طبعا مقفوله. اكيد. طب هل انا عندي القدره ان انا ابيع واجيب واطور؟ الحمد لله. اني مش لازم ان انا عايز اخش اعمل طيارات جيل الخامس، مش لازم اعمل صواريخ عابره قارات، مش لازم اخش في حامل الطائرات، انما ممكن يعني بشكل متدرج بخطه زي ما هي محطوطه كده اتخصص في انواع معينه. مثلا الطيارات بدون طيار. النهارده انا بعمل عربيه مدرعه، العالم كله ان شاء الله، مش الدول الناميه بس، ده الدول المتقدمه هتتكالب عليا عشان انها تستوردها مني، اللي هي الصلب المدرع اللي بتدي حمايه للطقم. يعني احنا لما ايام ما كنا بنحارب الارهاب، امريكا ادتنا عربيات كانت بتستخدمها ايام ما كانت بتحارب في فيتنام، بتدي حمايه للطقم بشكل ما، وكانت يعني عامله لها بروباجندا. ايه انا النهارده صنعت ما هو احدث منها وبتكنولوجيا مصريه ما شاء الله وبفكر رائع. اذا انا عندي نوعيات من التسليح انا برعت فيها بنول بتكنولوجيا بنو هاو مصري، بتصنيع مصري 100%، عندي ودي اللي هتخلي الناس تيجي تشتريها مني. اكيد اكيد يا فندم طبعا. وبالتالي يحصل هنا التطوير بقى، يعني ده جزء مثلا، هنشوف مثلا جزء تاني في القوات البحريه والتصنيع اللي حاصل في القوات البحريه، شيء الحقيقه عظيم وراقي جدا. انا بشكر سيادتك شكرا جزيلا، سياده اللواء ناصر سالم المستشار باكاديميه ناصر العسكريه، شكرا جزيلا لحضرتك.